عقدت قبائل مديرية ريف والمخادر بمحافظة إب لقاء قبليا أكدوا فيه مواصلة دعمهم ومساندتهم لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة. العيد فرصة نلتقي ونعلن البشرى بالانتصارات العظيمة، أما التحالف قد خسر خسارة كبرى يجر أذيال الهزيمة. صمود وشموخ تقف فيه القبيلة اليمنية ضد العدوان المتغطرس في العيد وغير العيد لتؤكد على دعمها لرجال الثغور والجبهات الأشاوس، حيث عقد أبناء مديرية ريف إب لقاء قبليا عيدي لجميع قبائل ريف إب والتي ترسل تهنئة للأبطال من يقاومون الغزاة والمحتلين، والمؤكدة أنها ستدعم جبهات العزة بالمال والرجال والعتاد حتى النصر المؤزر بإذن رب السماء. نيابة عن أبناء ميتم مشايخ وعقال وجهاء، نرحب بالمشرف المديرية ونرحب بكل الحاضرين من بني مدسم، أهلا وسهلا بكم. لقاءات العيدية وللتشاور وللتشاور كيف نمد الجبهات بالقوافل والرجال، وكذلك لإعلان النفير العام. وما جينا اليوم إلا للتأكيد أن أعيادنا كلها أعياد تعبئة وتجهوزية وتواصل ودعم وإخاء، فليعرف العدو أن أبناء ريف إب ومثلنا بقية المديريات والمحافظات جاهزون لمواجهة عدوانهم. وفي سياق متصل عقد أبناء مديرية المخادر لقاء قبليا عيدي مشيدين فيه بالبطولات والملاحم التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الميدان، وأراد أبناء المخادر عبر هذه الصور التي توصل الرسالة الواضحة البليغة للعدوان السعودي ومن معهم أنهم واقفون للدسائس والمخططات الذي يحيكها تحالفهم البغيض. أبناء مديرية المخادر، وجاهات، شخصيات اجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين يرفعون أسمى التهاني للجيش والمجاهدين الأبطال المرابطين في مواقع الشرف والبطولة، ويعتزون اعتزاز وعلى استعداد للمد والعون بالمال والأهل والولد. وها هي أعيادنا بانتصاراتنا العظيمة، وليس بغريب على هذا الشعب المعطاء والذي قدم القوافل من الشهداء، والذي سوف يقدم الشهداء والشهداء، وسوف يبذل الغالي والنفيس لدحر كل هؤلاء المرتزقة وكل من يحاول المساس بكرامة هذا الشعب اليمني. لقد ضربتم أروع الأمثال في البطولة والصمود، وهزمتم أعتى ترسانة سلاح عالمية. ونوالي الشهداء تلو الشهداء، وندافع عن وطننا بآخر قطرة من دمائنا. سيروا يا أبناء القبائل اليمنية ولتكن البنادق جاهزة لتقتل الأعداء والمرتزقة، فوالله لا يرجعنا الله ذا الجبروت إلا بنصر مبين أو جنة الشهداء مع الأنبياء والصديقين. لقناة اليمن من اليمن على حليس محافظة إب.